مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب على غزة ولبنان، أثار سياسي إسرائيلي الجدل بتصريحاته الصادمة عن الرئيس السوري بشار الأسد لتتباين حولها ردود الأفعال. فماذا قال؟ الأكاديمي والسياسي الإسرائيلي دكتور مائير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، أحدث حالة جدل واسعة خلال الساعات الماضية، حيث تباينت ردود الأفعال حول تصريحاته المفاجئة التي أطلقها بشأن الرئيس السوري بشار الأسد. فالسياسي الإسرائيلي نشر عبر حسابه بمنصة إكس منشوراً قال فيه: إن تصفية الرئيس السوري بشار الأسد واردة في سياق الحرب الدائرة. تلك الكلمات أحدثت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم البعض كلماته بينما أيدها البعض الآخر. فالقسم المعارض والغاضب من ذلك المنشور رأى أن تلك الكلمات لا تليق بزعيم دولة، حيث اعتبروا أن السياسي الإسرائيلي يتعامل مع الأسد وكأنه زعيم ميليشيا، مشددين على أنه لا يجب بأي حال من الأحوال التحريض على رئيس دولة. وبينما اعترض البعض وعبروا عن غضبهم من كلمات السياسي الإسرائيلي، اتفق آخرون مع ما ذهب إليه السياسي والأكاديمي الإسرائيلي، حيث برروا اتفاقهم مع كلماته لتحالف الأسد مع الميليشيات الإيرانية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله، كما رأوا أن الأسد يستحق ذلك لأنه ونظامه كانوا السبب في تهجير ملايين السوريين وإنهاء حياة الآلاف منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، والتي تحولت إلى حرب أهلية دفع ثمنها الملايين من السوريين. وسبق تلك التصريحات تهديدات الحكومة الإسرائيلية للأسد بالتخلص منه، حيث نقلت صحيفة إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية أن الحكومة العبرية وجهت تهديدات إلى الرئيس السوري بشار الأسد بإنهاء حياته ومواجهة ذات مصير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي تم اغتياله في 27 أيلول الماضي. وأوضحت الصحيفة أن الرسالة التهديدية التي بعثتها الحكومة العبرية لبشار الأسد تضمنت أن الأسد ونظامه إذا لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع نقل الأسلحة من الأراضي السورية إلى لبنان، فإنهم سيواجهون نفس مصير نصر الله. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد تحدث خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض عن الانتهاكات التي يقوم بها العدو في غزة ولبنان، متجاهلا تماما الضربات التي يطلقها الاحتلال على أراضيها. وعلى غير المعتاد لم يهاجم الأسد حلفاءه من العرب، ولم ينتقد ما يعتبره تخاذل منهم تجاه غزة كما يعبر دوما. ووصف الأسد دولة العدو بأنها عبارة عن قطعان من المستوطنين، مشددا على ضرورة توصل الدول إلى وسائل ناجحة لوقف الانتهاكات التي تحدث من قبل العدو في حق غزة ولبنان.